السكرتير المساعد لعبد الخالق الحوثي شقيق زعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية لقي مصرعه بقصف جوي لمقاتلات التحالف في جبهة الدريهمي. وبحسب ناشطين فإن قائد جبهة الدريهمي عارف أبو ست قتل مع عدد من مسلحيه بقصف من قبل طيران التحالف. يعد أبو ست من القيادات الميدانية الكبيرة للحوثيين المقرب من شقيق نائب الميليشيات وبمثابة اليد اليمنى له. والرابعة مستمرة وفيها بعد الفاصل.